أهلا بكم مجددا مشاهدينا، وزي ما تابعنا منذ قليل مراسم حلف اليمين الدستورية من قبل الحكومة الجديدة أمام رئيس الجمهورية عدلي منصور، وهو موضوع الساعة في مصر، وده اللي هنناقشه مع ضيفينا في هذه الفقرة. الأستاذ سيادة اللواء سعد الجمال مساعد وزير الداخلية الأسبق، والأستاذ جمال زايدة الكاتب الصحفي بالأهرام. أهلا بكم. مساء الخير وأهلا بحضراتكم. سيادة اللواء أنا هبتدي مع حضرتك، لأنه ملف الأمن اتكلم عليه رئيس الوزراء الجديد المهندس إبراهيم محلب حتى قبل ما يعلن عن تشكيل الحكومة، يعني فور تكليفه في المؤتمر الصحفي قال لك أنه الأمن ده أهم شيء عندنا، ووعد كمان أنه في دعم جديد لوجستي لجهاز الأمن وجهاز الداخلية. أبعاد الموقف الأمني وما يحتاجه من الحكومة الجديدة. شوف حضرتك، هو طبعا بالنسبة للأمن كل حكومة بتيجي بتقول أولوية أولى للأمن، أولوية أولى للأمن، وده واقع. يمكن المختلف المرة دي إن احنا بنشهد حكومة بيقودها واحد زي المهندس إبراهيم محلب، وهو رجل موضوعي ميداني تغلب عليه الميدانية في العمل. يعني أنا شخصيا جربته على أرض الواقع في أحد الأزمات، كان عندي في القرية وكان هو في الحج، ويعني اتصلت بيه رد عليا هو بعد مناسك الحج، ونزل من المطار على موقع الحدث. كان حاجة تتعلق بكارثة إنسانية، أغلب الناس بتقول إن هو شخص متحرك، يعني جداً يعني مسؤول جداً متحرك جداً، مش ميداني، مش من مسؤولين المكاتب. ده يمكن الميزة اللي هي هتخلي هذا الرجل يقدر حينما يقول إن هو الأمن أولوية أولى، هيقدر هذه الأولوية الأولى. الأولوية الأولى دي بتحتاج إلى حاجات كتيرة جدا في هذه المرحلة، تحتاج إلى دعم مادي، إلى دعم لوجستي، إلى دعم بشري، في النهاية إلى دعم معنوي. يعني أنا ما أقدرش أقول إن الأمن ده يشتغل أولا بلا أجهزة متطورة. ما ينفعش أنا أبقى مصر والعواصم الكبيرة اللي فيها مش كل مكان ما فيهوش كاميرات وعدسات تصوير. كلامك صحيح تماما على فكرة. احنا المنظومة الأمنية عندنا يجب أن تدعم، وكان ده محور حوارنا امبارح مع أحد يعني القيادات وزارة الداخلية. فعلا هي مظلومة فيما يتعلق بالإمكانيات وكمان التدريب في الخارج. يعني نفسنا يبقى في بعثات شرطية تخرج تماتش سكوتلاند يارد وتتدرب مع بوليس الولايات المتحدة وتشوف كيفية تعامل هذه الأجهزة الأمنية مع المواطنين أو على الصعيد الأمني أيضا. عموما هننتقل للأستاذ جمال زايدة. لو قلنا أن الأمن في المرتبة الأولى في أولويات هذه الوزارة، المرتبة الثانية أهم وزارة في هذه التكوين الوزارة. أنا هجاوب على سؤالك، بس أنا عايز أتكلم فيما يتعلق بموضوع الأمن. كل الحكومات السابقة أيام رئيس مبارك قبل 25 يناير وما قبلها أيام الرئيس السادات بيلقوا كل الأعباء على الأمن. ليس هناك إدارة سياسية للدولة المصرية للأسف الشديد، يعني الأنظمة السابقة لم تسمح بنمو طبيعي للنظام السياسي، بمعنى أن يبقى عندك أحزاب سياسية تلتحم بالجماهير وتقدر تعبر عن الناس، وأنه تقوم بشغلها كما ينبغي، والحكومة تقوم بشغلها كما ينبغي، وكل الوزراء يقوموا بشغلهم كما ينبغي. لكن راح للإطار بتاع الصورة، يعني انت لا، ما أنا عايز أقول لك على حاجة، يعني في كل حاجة كل مصيبة يصدروا الأمن. ده ما ينفعش، يعني بمعنى أن لما يبقى في إخفاق سياسي يقولوا الأمن أعمل، الحزب الوطني يفشل يقولوا الأمن مش عارف أعمل، إضرابات عمالية يروحوا مصدرين الأمن. الأمن هيعمل إيه ولا إيه الأمن؟ ولدرجة أنه خلال سنين طويلة تم إهمال الأمن الجنائي لحساب الأمن السياسي.
للأسف الشديد، وانتهينا إلى الوضع الراهن اللي احنا شايفين فيه تدهور. الحتة دي يا أستاذ جمال كان اهتمام كبير بالأمن السياسي على حساب الأمن الجنائي، الدولة يعني الأمن الخاص برئيس الجمهورية أكتر من أمن الجنائي بتاع الشعب، أمن الرئيس قبل أمن الشعب. فانتهى الأمر بيك إنك أنت اللي عندك كاميرات في الشوارع، ولا أنت ولا عندك تجهيزات ممكنة موجودة لدى جهاز الشرطة، ولا بتنفق على تدريبهم على أعلى مستوى. يا راجل ده يعني أنا عايش في منطقة مليانة سفارات، فكل ما أنزل وأشوف الجنود اللي موجودين تحت قاعدين نايمين غير مدربين، اللي هم الجنود اللي بيتم تجنيدهم وبعدين بيتم إرسالهم لجهاز الشرطة عشان يساعد، ما فيش تدريب. وتلاقيهم وضعهم المهني متردي وغير مجهزين. لما تخش عليهم جماعه ارهابيه ان شاء الله هيواجههم ازاي؟ لا معاهم سلاح ولا معاهم غيره، والعيال قاعدين بتنام ولا معاهم خبره، العيال بتنام لا خبره ولا غيره. فبالتالي هو قيل انه جهاز الشرطه محتاج حوالي ما قيمته مليار دولار، 7 مليار جنيه لتطوير قطاع الامن بالكامل، اضافه لموازنته اللي هي تقريبا حوالي 42 مليار جنيه. محتاج. وبعدين انت في ظرف راهن زي ده لا يمكن انك تضحي بشبابك الكوادر اللي موجوده في الامن الوطني وغيرها، انك تلاقي جماعات ارهابيه عماله تطاردهم في الشوارع. يعني بدل اتعكست الايه، يعني بدل ما ضباط الامن الوطني وضباط الشرطه بيطاردوا المجرمين، المجرمين بيطاردوا الضباط. ودي مسألة لا ينبغي لحد انه يسكت عليها، ده معناها انهيار للدولة، معناها ان احنا لازم نقف ونقول ستوب، هنا في حاجة غلط، لابد من دعم جهاز الشرطة بكل الامكانيات الممكنة. الملف الثاني بمناسبة سؤالك هو الملف الاقتصادي. للأسف الشديد الدكتور حازم البيبلاوي، وانا كنت احتراما كبيرا وراجل اقتصادي وكان اسس بنك تنمية الصادرات، لكن للأسف الشديد لم يهتم بالاقتصاد. انا بقول فكرة اساسية للمهندس ابراهيم محلب ولاي حكومة وللرئيس عدلي منصور، جيبوا رجال الاعمال ايا كانوا مين هم رجال الاعمال، ما حدش يجي يقول لي دول رجال اعمال حزب وطني ولا رجال اعمال، طالما لم تصدر ضدهم احكام جنائيه اهلا وسهلا بيهم، نحترمهم ونقول لهم ايدكم في ايدينا تعالوا نساعد هذا البلد، كل واحد حط 100 مليون جنيه اعملوا لنا مصانع. الاقصر تستحق 10 مصانع، في الظهير الصحراوي، اسوان محتاجه 10 مصانع. طيب هسمع اجابه حضرتك بعد الموجز، لكن الثقه موجوده بين المسؤولين في الدولة، مش بتكلم على الوزراء الجدد بقى، بتكلم عموما يعني كمبدأ عام، وبين رجال الأعمال عشان ندعوهم ونقول لهم حطوا 100 مليون. أعتقد لو الحكومة الجديدة عندها رؤية، ومحدش زي ما حازم البيبلاوي يقول لك محدش يقول لي كلمة رؤية، لا هنقول له كلمة رؤية مرة واثنين وثلاثة، لازم يبقى فيه رؤية. لو الحكومة عندها رؤية هتقدر تقنع رجال الأعمال وهيقعدوا معاهم على الطاولة وهيعملوا التعبئة للمدخرات المحلية في البنوك. البنوك ما بتساعدش الاقتصاد، بتلم الفلوس. ثانية يا أستاذ جمال، رجال الأعمال هو ما فيش اي اقتصاد يعني ممكن يخرج شويه عن بص فكرة. لازم تحط في الاعتبار ان الاقتصاد العالمي كله الان بيعتمد على القطاع الخاص. خلينا نروح للموجز يا استاذ جمال عشان السابق هي نقطه مهمه بس نروح لموجز لاهم الانباء مع الزميله هبه حسين، ونعود بعده لاستكمال تلك النقطه الهامه مع ضيفينا الكريمين، فكونوا معنا. طيب احنا بنجدد تحيه بضيوفنا الكرام، اللواء سعد الجمال مساعد وزير الداخليه الاسبق والاستاذ جمال زايده الكاتب الصحفي. كنا وقفنا قبل موجز الانباء على الملفات المهمه، اتكلمنا الاول على الامن في عجاله وهنرجع له تاني، وبعدين اتكلمنا على الملف الاقتصادي كاهم اولويه في على يعني اجنده الوزاره الجديده. والاستاذ جمال كان بالكلام معاه كان بيطرح رؤيه بيقول انه احنا ندعو رجال الاعمال للمساهمه في انقاذ مصر من التراجع الاقتصادي الرهيب اللي هي فيه، ممكن ده ينقذنا في المرحله الراهنه. اتفضل يا استاذ جمال. بس عشان اكمل الفكره بتاعتي وبقول فيها انه لازم الحكومه الجديده الان وليس غدا تحط ايدها في ايد كل مستثمر سواء اجنبي او مصري، والمصري قبل الاجنبي، وتسهله كل العقبات اللي موجوده، لان عندنا حجم من البيروقراطيه ما انزل الله به من سلطان، وكفر اي حد بصراحه تامه في البلد دي. يعني اي حد عايز يروح دبي هيعمل البيزنس بتاعه في ساعه بسهوله، في ساعه هيروح في دبي يعمل البيزنس بتاعه. طب مصر
لازم يشوفوا منظومة البيروقراطية. طبعا مش أيام الثلاث شهور بتوع حكومة المهندس إبراهيم محلب هيعملوا الكلام ده، لكن القصد أنه يبقى فيه مبادرات، لازم يفتحوا باب الأمل للشعب للمصريين، يقول لهم فيه مشروعات هتتعمل. يعني لو كل مشروع بعشرة مليون بعشرين مليون جنيه هيوفر مئة فرصة عمل. ونبدأ، أنا الأقصر كنت موجود فيها من شهرين، الأقصر ما فيهاش سياحة، فالناس مش لاقية تأكل، المحلات مقفولة. بس برضو يا أستاذ جمال، حضرتك محتاج أن أنت تدي، أنت كحكومة يعني محتاج أن أنت تدي ضمانات لرجال الأعمال عشان يجوا يضخوا الأموال دي ويبقى في استقرار، في حاجة اسمها استقرار اقتصادي، حزمة قوانين استثمارية لتحفيز الاستثمار. هي في حاجة تمام اسمها تحسين مناخ الاستثمار، لازم يحسنوا مناخ الاستثمار، بالإضافة لده مدخرات البنوك، فلوسنا، فلوس الناس العادية اللي محطوطة في البنوك، البنوك لا تقوم بدورها الاستثماري. مهمة النظام المصرفي في أي اقتصاد هو تعبئة المدخرات وإعادة ضخها مرة أخرى في شرايين الاقتصاد. اللي بيحصل إن البنوك بتتقاعس عن هذه المسألة وبتروح تشتري سندات خزانة وأذون خزانة، والدولة مازالت موجودة، والدولة مستدينة منها جزء من المدخرات، الدولة لهفته